السياسة الفاشلة بسبب السياسة لا حكيمة لا رشيدة ديال النظام. لأن اليوم كنشوفوا أن ماشي اعتقال سليمان الرسول، هو اعتقال الصحافة الحرة، هو اعتقال كل صوت حر. اليوم أن الناس اللي فتحوا الفساد واللي فتحوا العصابة راهم وراء في السجون، بينما العصابة راها فوق القانون. ما كايناش معادلة في هذه البلاد، وحنا شفنا الوضع الكارثي لا السياسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي كيف غادي البلاد. البلاد في الهاوية. شكون وصلها؟ هي السياسة ديال هذا النظام، السياسة الديكتاتورية ديال هذا النظام اللي ما كيتسمش الشعب، الشعب اللي معتبر الشعب غير قاطع. اليوم علاش اعتقل سليمان؟ سليمان اعتقل عقب الآراء ديالو اللي فضح الفساد، فضح المنظومة ديال الفساد. اليوم سليمان كيتعرض للقتل، ماشي سليمان اللي معتقل. هي حرية التعبير.